الطريق يا شباب، يا عم افتح الطريق، يا عم افتح. يأتي العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثامن على التوالي على قطاع غزة بهذه الوحشية وهذه الحدة والقساوة في ظل ما تعانيه وزارة الصحة أساسا بفعل الحصار الإسرائيلي طيلة 15 عاما من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وإنهاك للمنظومة الصحية وسيارات الإسعاف. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يعي تماما ويدرك تماما أن المنظومة الصحية لن تكون قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها نتيجة الاستنزاف المستمر في مقدراتها المحدودة. مع التصعيد على قطاع غزة وعلى مستشفيات قطاع غزة بدأنا يعني تشح الموارد الموجودة أصلا في شح لدينا، وهناك صار استنفاذ لما هو موجود لدينا حاصل. كما أيضا نحن نواجه الآن أعداد كبيرة من المصابين التي قد تصل إلى مجمع الشفاء الطبي وإلى مستشفيات قطاع غزة بكم كبير من المرضى والجرحى الذين بحاجة لإجراء عمليات جراحية، بحاجة أيضا للرعاية الطبية. كان هناك إشكالية في عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة وخصوصا في أقسام الجراحات، أن المرضى المخصصين للجراحات يعني للمرضى المصابين.